المشروع ده تقريبا يعني 200 مليون دولار يا وليد تقريبا. لا كله على بعضه يعني هنقول ال 4 مليار جنيه. يعني لو حبيتوا تعملوا مصنعين 3 4 يعني هيكلفوا 20، بس انا بتكون على المكون الدولار اللي فيهم. بس خلي بالكم كل المنتج اللي بيطلع من هنا بيتم تصديره في الغالب يعني. ولا انا دكتور حامد؟ ايوه فندم. يعني هيبقى فرصه انك انتوا تصدروا يا دكتور مصطفى شويه بال طبعا بالعمل الحر. عايز تقول حاجه؟ اتفضل. لا يا فندم، هو يعني احنا بنشكر سيادتك على الفكر والطرح اللي سيادتك كله بتشجيع القطاعات المعنيه والقطاع الخاص بالمساهمه، لان المناطق اللي سيادتك تفضلت وذكرتها في الجنوب ده فيها تركيزات اعلى من اللي احنا بصدده اليوم، يعني تركيزات مضاعفه. تركيزات يعني مضاعفة. عايز تقول الجدوى بتاعته اعلى من هنا؟ اه طبعا طبعا سيادتك. فانا عايز اقول ايه لكل الشركات المصريه حتى لو ما كانتش معنيه بالموضوع الثوره المعدنيه، مش لازم يعني شركات، يعني اي شركه من شركات التطوير العقاري الكبيره او المقاولات الكبيره، الرقم اللي بنتكلم فيه مش كبير. لكن في النهايه ده مشروع بيدار بشكل يعني بعائد طيب جدا جدا يزيد عن ال 20 25% يا وليد ولا؟ عائد فندم بالتصدير 100 مليون دولار وبيوفر استيراد ب 50 مليون دولار. طيب احنا بنتكلم على عائد، لان اي حد في القطاع الخاص هيبقى بيفكر في العائد بتاعه يعني. فبنقول له خلي بالك ده ليه عوائد كويسه قوي، ولو احنا قدرنا نعمل الصناعات القيمه المضافه ليه ده موضوع تاني خالص. طبعا. طب انا بقول كده ليه؟ بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقة مع بعضها، انتوا اصدقاء وبتشتغلوا مع بعض، فكروا ان انتوا تقولوا طب هنعمل كيان نحط فيه مثلا 25 30 مليار جنيه بتدفقات مالية، المشروع ده ممكن يخلص في سنتين مش كده يا وليد ولا ايه؟ تمام. دلوقتي سنتين خلاص الدراسات جاهزة دلوقتي. لا انا اقصد اقول حتى المسار اللي احنا مشينا فيه خد مننا وقت، لكن هم مش هياخدوا وقت دراسات تاني مش كده؟ مش اتحاد الدراسات تاني. طيب فانا بقول في سنتين، يبقى انا النهارده لو قلت في 20 25 30 مليار جنيه من القطاع الخاص شغال في الموضوع ده بتدفقات ماليه خلال سنتين، هيكون عندنا مصنعين 3 4 اكتر، وزي ما انتم شايفين الفرصه كده. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان احنا ما عندناش وقت او فرصه نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نبقى نفكر. لا مفيش نفكر. الحاجة الحمد لله رب العالمين، وأنا بكلمكم أنا مش أول مرة أسمع الموضوع دلوقتي. صحيح. يعني وأول مرة تشوفونا وإحنا بنفتتحه النهاردة. لكن لا ده الموضوع متابع بدقة شديدة، ويعني عشان دي فلوس بنحطها وعندنا أمل إنها تجيب لنا حاجة. ده جنب ده جنب ده جنب ده، تقوم البلد يا دكتور مصطفى تطلع إيه؟ تطلع لقدام. صحيح. فأرجو إن إحنا رسالتي تصل للقطاع الخاص، احنا مستعدين، خشوا لوحدكم هنساعد معاكم، عايزين تخشوا بشراكه مفيش مشكله، بس عشان نقدر نعمل اكتر من مجمع من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها دي.